واسبوع قايل نفس الكلام. اه عادي جدا يعني، انت عارف رايي كويس. المواطن المصري هو اللي بيخاف على بلده، بيخاف على حدوده، بيخاف على امنه الوطني وامنه القومي، واخد بال حضرتك؟ ما بيسيبش حدوده سداح مداح، ما يخطفش جنوده، ما يقتلش جنوده. وانت وانت بتصدر حكم ليه؟ اصدر حكم يا كابتن. بريء حتى يا كابتن كل الامور لسه لحد دلوقتي كلها واضحه منين؟ كل الامور واضحه. ما كانوا بيقولوا واضحه ايام الطرف الثالث معروف مين؟ مين اللي عمل بورسعيد؟ هم. مين اللي خطف الجنود بتاعنا؟ عندك تحقيقات بتقول كده يا كابتن؟ نعم يا كابتن. عندك تحقيقات؟ كل الدلائل، عندك ادله بتقول كده؟ كل الشواهد بتقول كده. معلش ما اللي احنا بنشوفه النهارده بيقول كده. اللي احنا بنشوفه النهارده عند رابعه وعند الحرس الجمهوري. رابعه ما بيعملوش حاجه، الناس قاعدين ساكتين. امال مين اللي ضرب في الحرس الجمهوري؟ ضربوا، مات منهم 52. وعشان ايه؟ معلش وانت يعني المنطقه العسكريه دي مش اي عدد ممنوع مثلاً. ده بيتكتب عليها كده، ممنوع الاقتراب والتصوير على اي مؤسسه عسكريه. تضرب عليهم النار؟ مش هم اللي ضربوا؟ وبعدين ما اعتقدش ان حد ضرب، ده بيضربوا بعض يا كابتن. كنا في امان الله، كنا يا كابتن احمد، هم اللي بيضربوا بعض من ورا. بقول لك صور متفبركه كلها فوتوشوب، واحنا اللي بنفبرك برضه. احنا اللي بننزل. انا ليا اصحاب واعتز بيهم الاخوان. انت ليك اصحاب؟ ما انا ليا اصحاب منهم كتير. انا ليا اصحاب منهم مصريين مخلصين. لا مش كلهم. لا بس في منهم كويسين. القاده بتاعتهم دول، يا كابتن. انت ضد القاده؟ شوف حضرتك، لا يمكن يكونوا مصريين. دول بينفذوا اجنده، بينفذوا نظام للتنظيم العالمي بتاعهم، لكن عمرهم ما بيعملوا لصالح مصر. وقفوا ضد الامريكان، وقفوا ضد اليهود، ضد الناس كلها. هو مين اللي وقف جنبيهم غير الامريكان؟ هو مين لغايه اول امبارح بس ما اعترفش بالثوره بتاعت يوم 30 وبالتغيير اللي حصل يوم 30 يونيو؟ لغايه امبارح بس غير الامريكان. انت على موقفك طبعا، ولا يمكن اغيره. ولو عدلوا الحكم؟ لو برضه مش هغيره. ولو مهما كانت النتائج بالنسبه لك؟ ولا لو مهما كانت النتائج، وعمرهم ما هيعدلوا الحكم. طيب شوف اللي طلع يوم 30، ال 30 مليون دول ما حدش يقدر عليهم. يعني ما حدش يقدر عليهم يا كابتن. طيب انتخابات رئاسه الجمهوريه على الابواب. هي.